لو الحكاية فيها إن فيديو لكن انا بتابع طبعا الفرق المصريه زي النادي الاهلي وهي بتلعب رابطه الابطال الافريقيه او البطولات الافريقيه وبتلعب السوبر الافريقي بشوفهم وهم بيلعبوا، لكن للاسف ما عنديش متابعه، ماليش متابعه للدوري المصري بشكل اسبوعي. But I know that South African League is a very strong league in Africa. I can easily say it's a top three or top four in the continent, amongst the top four, South African League. But of course, Egyptian League will be one amongst the top four, of course. أنا بس أنا أقول لكم إن دوري محلي أفريقيا واحد من أقوى الدوريات، من أقوى خمس دوريات في أفريقيا، وأنا برضه متأكد إن الدوري المصري من أقوى أربع دوريات في أفريقيا.